فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي مواصلين حتى المرة 3:30 ونكملوا في استقبال الضيوف، لكن من سيابين نحكيو توا على سياسات نادي صفاقس. عدة الأخبار في الفترة الأخيرة حول إمكانية مغادرة فوز البنزرتي للسي اس اس، كلام على مفاوضات مع نجم الساحلي، أيضا كلام على مفاوضات مع الوداد البيضاوي. التفاصيل الكل وصحيح من الغالب في الحكاية هذوما الكل ناخذوهم من عند زميلنا مراسلنا في صفاقس فاضل بوجناح. فاضل أهلا بيك. مرحبا بك اسلام، والحمد لله على السلامة اسلام. الله يخليك، عايشك فاضل. بون اسلام، كما قلت انت الحديث نتاع الراعي العام وشارع الرياضي في صفاقس لهنا في المدة الفايتة هو الاخبار اللي تحدث عن خروج المدرب فوزي البنزرتي. فوزي البنزرتي باش يقعد؟ فوزي البنزرتي ماشي؟ شنو هي حقيقه العروض معناها، وشنو هي الوضعيه نتاع فوزي البنزرتي خاصه في امور معناها الامور القانونيه وامور العقد بينه وبين النادي الرياضي الصافي؟ هذه الكل هي الاحاديث نتاع احباء، خاصه احباء النادي الرياضي الصافي في المده الفايته اللي نشبوا اللي اكدوه الناس لام اللي العروض موجوده للمدرب فوزي البنزرتي. العرضين عرض من تونس وعرض من المغرب، نعرفوا الناس كل من تونس ثم اتصالات مع النجم الرياضي الساحلي، ومن المغرب ثم اتصالات مع الوداد، فريق الوداد البيضاوي. الزوز فرق هذوما عندهم اتصالات مع وكيل اعمال المدرب فوزي البنزرتي اللي هو ولده. فوزي البنزرتي لحد اللحظه موجود في النادي الرياضي الصفاقسي. فوزي البنزرتي قاعد معناها يباشر في العمل نتاعو امس او لامس، معناها كان اشرف على الحصص التدريبيه نتاع النادي الرياضي الصفاقسي، ومعناه قال انا موجود مع النادي الرياضي الصفاقسي، معناها حرفيا قال توا جسويلا موجود مع النادي الرياضي الصفاقسي. وكان قعد حتى معناها اول امس مع رئيس فرع كره القدم في النادي الصفاقسي وتحدثوا في الوضعيه نتاع معناها العقد بين الفريقين. العقد هذا برشا ناس قالوا اللي هو مش مصبوب، لكن باتصالاتنا باطراف فعله في الفريق اكدوا لنا للعقد بين النادي الرياضي الصفاقسي والمدرب فوزي البنزرتي ليغاليزي في البلديه ومصبوب في الجامعه التونسيه لكره القدم ويتمادى حتى جوان 2021. دونك رئيس الفرع قعد هو المدرب وتحدثوا في معناها في خاصه على من ناحيه العروض الموجوده للمدرب فوزي البنزرتي. لهنا فوزي البنزرتي مستعد باش يكمل مع فريق النادي الرياضي الصفاقسي، لكن الاشكال الوحيد اسلام لهنا كان ثم بعض الاحاديث بينه وبين رئيس الفرع وبينه وبين حتى داخل المسؤولين حول خاصه المستحقات الماليه نتاع اللاعبين نتاع النادي الرياضي الصفاقسي. الهيئه المديره نعرفوا الناس كل لهنا في صفاقس معناها تقريبا ثم بعض الاموال داخله للهيئه المديره باش تصرفها للاعبين. فوزي البنزرتي نجم نقولوا اللي هو لهنا الامور الماليه هي اللي باش تحدد البقاء نتاعو من الرحيل نتاعو من النادي الرياضي الصفاقسي. دونك اذا كان الملاعبيه معناها خذوا الاموال نتاعهم وتحصلوا على الاموال نتاعهم، نجموا نقولوا لفوزي البنزرتي هو اللي باش يواصل معناها في الفريق، وهذا منتظر خلال الساعات او الايام القليله القادمه. لكن في صوره ما اللاعبيه ما تمش الخلاص نتاع المساحقات نتاعهم وكذا، نجموا نقولوا الاجواء ماهيش باش تسمح للمدرب فوزي البنزرتي انه يكمل مع الفريق، ونجموا نقولوا معناها نشوفوه حتى زي النجم الساحلي ولا زي فريق الوداد البيضاوي. اسلام أيه. دونك الامور الكل هنا حسن فعل معك اتصالاتنا اللي عملناها فاضل. مرهونه بالامور الماليه. نعم اسلام باهي، خنت فعل معك لهنا من جهه تقول لي العقد نتاعو موجود، خاطر الكلام تقال برشا انه فوزي البنزرتي ما عندوش اليوم العقد نتاعو، من جهه تقول لي العقد موجود ومفعل في الجامعه وكيف كيف بلديه، ومن جهه تقول لي اذا كان ما يخلصش الملاعبيه باش يمشي على روحه، معناها ما تركبش على بعضها، معناها اذا كان عنده عقد ما يمشيش الملاعبيه، ما يهموش الملاعبيه، خلصوا ما خلصوش معناها. نعرفوا اسلام اي عقد ينجم معناها الاطراف المتعاقده، الطرفين المتعاقدين ينجموا عندهم امكانيه احترام العقد كما نقولوا، لكن ثم زاد انديميتي معناها ينجموا يكسروا العقد وثم شروط لازم يوفروها. مثلا اذا كان النادي الرياضي الصفاقسي يتخلى على المدرب فوزي البنزرتي، وهذا صار مع العديد من الفرق في تونس، فانه النادي الرياضي الصفاقسي يقوم معناها بخلاص مستحقات المدرب، واذا كان العكس بالعكس المدرب تخلى على الفريق كذلك المدرب عنده معناها قيمه معناها ماليه يحددها العقد يدفعها الفريق النادي الرياضي الصفاقسي ويمشي على روحه. دونك لهنا الامور نتاع رحيل المدرب فوزي البنزرتي ماهيش معناها كما نقولوا قانونيه بقدر ما هي معنويه. لهنا يحب هو الجو معناها مرتاح في الفريق، يحب الملاعبيه تبدا تكون خالصه باش ينجم معناها يخدم معاهم كما نقولوا، معناها الاجواء يحبها تكون طيبه في بدايه الموسم، خاصه انه الفريق في ظرف الايام القليله القادمه باش ينطلق في المسابقه الافريقيه في منافسات رابطه الابطال الافريقيه،
وكذلك باش تبدا معناها منافسات الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، مضى به الناس كل تبدا خالصه في فلوسها، مضى به الجميع اللاعبين ما يتشكاوش من المستحقات باش بعد تالي معناها وقت نعرفوا فوزي بنزرتي معروف بالانضباط والصرامه مع اللاعبين، هو لهناش يقول انا ما نجمش نتعامل مع لاعبين ما مش خالصين معناها نطبق عليهم الانضباط وهما ما مش خالصين في الفلوس نتاعهم. كما قلت لك دونك العقد ماهوش اشكاليه، ينجم اي طرف يكسر العقد، خاصه انه فريق النجم الساحلي وفريق الوداد البيضاوي هما اللي حابين على فوزي البنزرتي، معناها ينجموا يدفعوا الاموال اللي معناها اللي باش تتكلف في كسر العقد. لكن الارتباط معنوي اكثر منه قانوني، خاصه في فتره الايام هذه الهيئه المديره محضره معناها مبلغ مالي كبير، معناها كبير بالباهي باش تخلص الاجور والمنح، زاده حتى المنح نتاع اللاعبين حسمت معنا اللي هي باش تقوم بالخلاص نتاعهم في الايام القليله القادمه. دونك ننتظر واليومين الثلاثه هذوما ان شاء الله باش تكون فيهم الخبر الرسمي حول المواصله او المغادره. نكمل مع اخر سؤال فاضل، هل اخلاقيا ما غير نحكي على عقود معناها مجرد في فتره كيما هكا معناها قبل فتره حاسمه كيما قلت انت الشامبيونز ليج باش تبدا قريبا، البطوله باش تبدا 22 نوفمبر ان شاء الله الشهر هذا، في فتره كيما هكا مجرد التركيز نتاعو منصب على باش يحضر ملاعبيه يحضر فريقه، والا قاعد يتفاوض مع في العقود نتاعو؟ نعرف اللي قعد في ستار سوسا قعد مع مسؤولين نتاع النجم الساحلي، كيف البارح في وسائل الاعلام المغربيه يتحدثوا حتى على تفاصيل المفاوضات بين فوزي والوداد، كانوا شرطوا عليه انه يتخلى على فلوسه اللي سيته مستقبل الوداد باش يكون موجود في الفتره القادمه. لهنا شنو موقف المدير من التفاوض نتاع فوزي مع الفرق الاخرى معناها؟ شوف اسلام، بالنسبه للعروض حتى حد ما ينجم يمنع معناها التوافد نتاع العروض كسوى اللاعب ولا كسوى المدرب، معناها ينجم لاعب ينشط في فريق معين يطلبوا فريق واحد اخر ويبدا معاه في المفاوضات، وهذه امور نتاع خاصه في عالم الاحتراف امور نتاع مهنيه. لهنا مدرب فوزي البنزرتي كما اللاعبين معناها ثم العروض يقع المناقشه نتاع العروض، لكن المدرب اعطى الاولويه للنادي الرياضي الصفاقسي، قال بالنسبه لي ماذا بيا نكمل مع النادي الرياضي الصفاقسي يا اخوي، خلصوا لي معناها الملاعبيه، اعطوني الملاعبيه ما تبدا مرتاحه ذهنيا ونفسانيا وانا جسوي لا كما قال هو انا موجود. لكن اذا كان ما تمش، وهذا المستبعد الاحتماليه المستبعده، اذا كان ما تمش الخلاص معناها نتاع الملاعبيه، وكما قلت لك لهنا الهيئه المديره هذه مستبعده، علاش؟ على خاطر سمعنا انه المنصف خماخه محضر معناها برشا فلوس كما قلت لك تقريبا مبلغ مالي كبير باش يقوم بخلاص جميع مستحقات اللاعبين. دونك اذا كان خلصوا اللاعبين نتخيلوا باش يواصل معناها مع الفريق اسلام، لكن اخلاقيا او مش اخلاقيا لهنا تعرف انت عالم كره قدم ما عادش فيه الاخلاقيات اللي نعرفوها نتاع العاده، كما ملاعب يقول لك ما نلعب كان في الفريق هذايا وما نكونش في الفريق هذايا وبعد تالي نلقاو البس معناها زي نتاع مريول واحد اخر وكذا، هذيك الكل نعرفوها الاخلاقيات ما عادش معناها حاليا توا في كره القدم نشوفوا كونش الامور الماديه هي اللي تغلب. واضح به. بعدين حكيت على مستحقات الملاعبيه فاضل للسي اس اس، سي اس اس ينجم ياخذ زوج ملاعبيه اللي هما